وعلى الصعيد ذاته ضم مجمع السيف التجاري بالأمس تفاصيل عرضة بحرينية كانت قد نظمتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض احتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. عرضة بلونها الأحمر الزينت وشيالة رددوا قصائد لم تخرج عن طابعها التراثي، ومسار لحني اتخذ من مقام الرست طريقا وافق جوابات تلك الحناجر التي تفننت بإصدار نغمات توحدت بطبقاتها وتجملت ببستان كلماتها التي خصت ذاتها لتتغنى بمناسبة خليجية. كانت ولا تزال البحرين تسارع في التعبير عن أهميتها بأسلوبها الخاص وعلى طريقتها المثلى التي تتواءم مع حجمها الكبير الذي لا يليق بمقامه إلا الأفئدة التي في الصدور. هو بلا شك اليوم الوطني 87 للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. شاركنهم بالأفراح مثل الفقرات التراثية، مثل ما تشوف مثل فن العرضة وفن الصوت وجميع الفنون اللي تبين حبنا لأحبتنا وشقنا في المملكة العربية السعودية. لحظات زاهية عاينتها الأعين بلغة المنتمين للبدن الواحد، وإرث فني توسط الساحة ليجود بفحوى عرضة توزعت فيها الأدوار لتتناغم بأبهى صورها بين الضارب على الطار من جهة وبين الضاربين على الطبول من جهة أخرى، وعرادة تمايلوا بسيوف لامعة تارة وببنادق قديمة جدا تارة أخرى ضمن حركات إيقاعية تفاعل معها الحاضر من البحرين وخارجها ليتم توثيقها كل حسب رغبته. أي أحداث تصير أحب أوثقها، يعني ما تفوتني الصراحة أي فعالية للبحرين للسعودي لأي مكان. العرض هو فن شعبي مرتبط بالبحرين والسعودية وأعتقد جميع دول الخليج العربي. العرض فن، يعني احنا حتى قدمناه في كثير من الأعمال التلفزيونية لأن ذي مرتبط فينا كتراث. أهنى الملك سلمان وولي عهده، ويعني أشكر الملك حمد على مغادرته الجميلة. طبعا أعتبر المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعني تعتبر دولة واحدة صراحة، يعني أنا أهل البحرين وأهل المملكة العربية السعودية يعتبرون أهل وفيهم نسابة وقرابة. فخر ما شاء الله، كنا واحدة يد واحدة المملكة البحرين دول الخليج، ما شاء الله كلهم ما شاء الله ما قصروا واحتفالاتهم. البحرين أكثر من شقيق، أكثر من أخ للأمانة. دائما لما تقول أنت ثقافتك وعرضتك تلقاه في بلد آخر يكون شقيق لك، تعد بالفخر والانتماء. لا تنسى أن الدولة السعودية الحمد لله لك يا رب لها مواقف عديدة مع دول الخليج في العالم كله، ولما ألقى أهل البحرين قاعد يعتبرون أكثر مننا أنا مبسوط، مبسوط جدا للأمانة. روح واحدة داخل جسد واحد يؤطره وشاح ترى في ظاهره الخضرة وفي باطنه دما يتدفق بسلام الآمنين داخل كيان بيتهم الذي أقيم على أسس ثابتة من عشق متبادل لا ينضب. أهازيج وأصوات تتعالى وعرضة تأتلي بعظم كلماتها لتترجم عظيمة تلك المشاعر الأخوية النبيلة التي تحملها الشقيقة الصغرى أرض الخلود الخليفية لأختها الكبرى المملكة العربية السعودية، ورابط وثيق من وحدة الهدف والمصير يجمعهما على الخير دائما. لتلفزيون البحرين محمد رشيده.